بهذه الأعمار كبار سن لا يعرفون اللغة العربية. منظر جميل، منظر رائع، منظر مهيب. أعتقد أن عمرها تجاوزت 90 عاما وأتت إلى هذا المكان من بيتها لتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام، وهذه هي عظمة القرآن، وهذه هي بركة القرآن. مثلا انظر معي إلى هذه العجوز، ما شاء الله تبارك الرحمن. هم يقرؤون هذه الآية الآن: أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هو القرآن. كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا والله لا يستوي هذا مع نور القرآن ومع الذي هو بعيد عن القرآن. عمرها تجاوزت 90 عاما وأتت إلى هذا المكان لتقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل.